بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام. على انطلاق يتواصل انطلاقة شوطنا 19 ويحمل في طياته الجعدان لسن الحجايج والثلاثة كيلومترات لفئة الصعوب وأشواط النقدية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أيضا تنطلق هذه الشعارات والأسماء الجميلة والعملاقة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. سير مباشرة مع البداية هلولة على صدارة هذا الشوط. هذا هو شاهين يتقدم على الصدارة والمقدمة، مسلم بن سعيد بن محسن العامري، بينما المركز الثاني الوصول والتقدم. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام مناور راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري ينتقل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. وصل مدلل وتقدم، بدأ يتسلل مدلل هناك ايضا سعيد بن قطامي بن سعيد على خيلي، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات رابع المراكز مياس حمد بن رملي بن محمد العامري يتقدم هذا الشعار، يتقدم هذا الشعار المميز، بينما المركز الخامس الله الحذر عبيد بن عتيق بن زيتون المهيلي. هكذا النتيجه، هكذا النتيجه للخمس المراكز الاولى. ارى التسلل في هذه اللحظات من الفاتن مبارك بن راشد بن كشيب الشامسي، بينما اللي خذ المركز الخامس من الجانب الايمن هناك الوصول من الطاير سلطان بن خليفه بن محمد الدرعي، يتقدم هملول سعيد بن حمد بن حميد الدرعي اللي خذ المركز السابع. المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام من شاهين مصبح بن سالم بن مصبح النعيمي، واللي خذ المركز التاسع هناك ايضا مثير محمد بن حمد بن محمد بن مي العفاري. والمركز العاشر وصول وتقدم من رعد، والرعد كالوعد جمعه بن عتيق بن جمعه الرميثي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. اعود الى البدايه هلولة صداره هذا الشوط. شاهين مطر بن محمد بن سالم الاكتبي على المقدمة والصدارة، بينما اللي حامل رقم 29 على المقدمة هناك أيضا هملولة ومدلل، مدلل على الصدارة والمقدمة، مدلل هناك أيضا سعيد بن قطامي بن سعيد الأخيلي المركز الثاني. الله يا سلام، هذا الدخول هنا من هذه الأسماء، تقدمت الأسماء، تقدمت الشعارات في هذه اللحظات. مناور وصل مناور وتقدم، راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري يتقدم مع سلالة مناور على المركز الثاني. وصل شعار بن رملي هنا، وصل هناك هذا الشعار على المركز الثالث في هذه اللحظات. تحرك حشيم، وصل الفاتن، ولكن هناك الفاتن، الفاتن الفاتن على المركز الثالث مبارك بن راشد بن شهيم الشامسي. الله يا سلام يا سلام يا سلام، أعود إلى المركز الثالث. الدخول هناك أيضا من هملول سعيد بن حمد بن حميد الدرعي اللي خذ المركز الثالث، ودخلنا في الكيلو، الكيلو الأخير، وصول من المركز الرابع هناك أيضا. وصل جلمود، ما يبنى لا طاري إلا في هذه اللحظات. حمدان بن عبيد بن محمد العليلي هناك أيضا على المركز الرابع والمركز الخامس. وصل الشبابي، الله يا سلام يا سلام يا سلام، سيب بن نايع بن سالم الغفلي خذ المركز الخامس. وصول وهناك أيضا وتقدم من الشبابي. أعود إلى البداية هلولة، أعود إلى الصدارة والمقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات. هملول 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 ما زال على الصدارة، هملول ما زال على المقدمة. ركز يا الدرعي ركز، في أسماء قادمة. وصل هناك أيضا شعار راعي حير، ولكن هملول هنا سعيد بن حمد بن حميد الدرعي المركز الثاني. الفاتن الفاتن هنا فتن، فتن الفاتن مع جولة الأوامر النهائية. مبارك بن راشد بن كشيم الشمس، يا سلام يا سلام يا سلام. هناك ايضا الدخول من المركز الثالث، وصول وتقدم الفاتن، الفاتن الفاتن على البدايه الاولى. مبارك بن راشد بن كشيم الشامسي يتقدمون ابناء العين. هناك ايضا راعي الغزاله يتابع هذه الانطلاقه، يتابع الفاتن. ركز يا راعي الغزاله ركز. الله يا سلام يا سلام يا سلام، سلام للعين، سلام سلام للعين، دار الزين تحتفل بانطلاقه الفاتن. الله
محمية الفقع، محمية الفقع، هنا تهانينا تهانينا. والناموس مبارك بن راشد بن شيم الشامسي المركز الثاني، رعد جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي المركز الثالث، وصول وتقدم الهملول سعيد بن حمد بن حميد الدرعي، بينما اللي خذ المركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام أيضا وصول وتقدم من الشبابي سيب بن نايع بن سالم على قفلي، واللي خذ المركز الخامس ايضا هناك مهول محمد او محمود بن عبد الذياب الوهيبي يتواجد ايضا بانطلاقه مهول على المركز الخامس. هكذا النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، ايضا تهانينا والناموس هناك الفاتن مبارك بن راشد بن شيم الشامسي ايضا يتقدم بانطلاقه الفاتن وقدم العرض الجميل ايضا مع جوله الاوامر النهائيه. مشكور يا راعي الغزاله وسلام محميه الفقع، سلام على هذا الانتاج الطيب. تهانينا والناموس هنا ايضا والتوقيت الزمني لحظات وصوله وعبوره واندفاعته نحو خط النهايه ونحو ناموس هذا الشوط. هكذا ايضا انطلاقه الفاتن بايضا توقيت الزمني مقداره 4 دقائق او 5 دقائق وثانيه وثلاث اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس السيد مبارك بن راشد بن كشيب الشامسي، بينما المركز الثاني هناك ايضا وصول من رعد جمعه بن عتيق بن جمعه الرميثي على المركز الثاني، ايضا قطع 3 كيلومترات في زمن مقدر 5 دقائق 4 ثواني 6 أجزاء من الثانية. بينما اللي خذ المركز الثالث هناك أيضا هملول سعيد بن حمد، أيضا هملول سعيد بن حمد بن حميد راعي كحير الدرعي أيضا 5 دقائق 6 ثواني وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا تواصل يستمر، ناتي بكم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام الى ختام انطلاقه اشواط مهرجان البيت متوحد هنا.